السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة تعليم الرسم 3D. إن شاء الله معانا فيديو خفيف ولذيذ وجميل وسهل بالنسبة للناس المبتدئين. أنا حابب إن شاء الله يتعلم طريقة رسم الورد، يتابع معانا الفيديو للنهاية. بس قبل ما أبدأ إن شاء الله ما تنسوش دعمنا باللايك والشير واشترك في القناة، ويلا نشوف طريقة الرسم الورد إزاي. تابع معانا. زي ما حضراتكم شايفين يا شباب، هنعمل نص دايرة كده سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي صابع زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هنعمل تمويجة بالشكل دوت، تمام. بعد كده هنعمل ورقة رسم، ورقة فوق الكيسة، تمام، بالدوران زي ما حضراتكم شايفين. بعد كده هنرسم من الداخل للوزة، هي قلب الوردة. هنعمل طبعا حضراتكم شايفين كده، ونيجي من الناحية التانية نفس النظام، هنعمل اللي احنا عملناه على اليمين هنعملها على الشمال. دي اسمها ايه؟ اللوزة بتاعت الوردة. بعد كده هنعمل ورقة من الداخل تاني، تمام. بعد كده هنعمل دوران، دي ورقة، تمام. بعد كده هنعمل من الداخل لوزة من جوه تاني، يعني من لوزة جوه لوزة، تمام. الطريقة سهلة جدا يا شباب، ما فيهاش اي صعوبة. لوزة داخل لوزة، تمام. الطريقة سهلة جدا، ما فيهاش اي صعوبة بالنسبة للناس المبتدئين. وان شاء الله الدروس القادمة هنعمل اشكال جميلة جدا وهتعجبكم ان شاء الله يا شباب، مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة. ديت رسمة اللوزة من الداخل، تمام. طب احنا عايزين نعمل فرع تاني، ورقة، بص، دوران، دي ورقة بعد اللوزة، تمام. هنعمل ورقة تانية، تمام، دوران كده زي ما حضراتكم شايفين يا شباب. طريقة سهلة جدا، ما فيهاش اي صعوبة. رسم كله عشوائي، يعني مش تصميم، يعني صورة تبقى الاصل، تمام. وردة داخل وردة زي ما حضراتكم شايفين، ورقة داخل ورقة زي ما حضراتكم شايفين. المنظر ازاي، الطريقة ازاي، مموجة ورقة بلفة بدوران. الناحية التانية نفس النظام برضه، كان من ورقة بدوران. الطريقة سهلة جدا يا شباب، ما فيهاش اي صعوبة. عايز تاخدها دوران مرة واحدة ماشي، عايز تاخدها مدرجة كده ماشي، ده رسم عشوائي، ورق عشوائي، تمام. دي الطريقة اهيت، ورقة كبيرة. بعد كده هننحب الورقة ديت في الورقة ديت. الطريقة سهلة جدا، ما فيهاش اي صعوبة يا شباب. بعد كده مرحلة الدهان، دي فرشة رسم. طبعا الادوات اللي انا بستخدمها دي فرشة رسم رفيعة، طبعا بتتباع في دائما وفي المكاتب. والادوات اللي انا بستخدمها بلاستيك نص لامع، تمام. ان افضل حاجه اللي بستخدمها هي البلاستيك نص لامع. عايز تستخدم بقى رش دوك والكلام ده كله، بس الفن كله بجد، الفن كله فعلا في البلاستيك نص لامع. بتقدر تعمل عمليه امتزاج مع الدرجه، مع الالوان، تعرف تسيح الالوان ازاي. زي ما حضراتكم شايفين كده، انا بجيب من الداخل الاول، اغمق سنه من لو الازرق غامق. طبعا الالوان ديت انا عاملها عاديه جدا، ازرق غامق وازرق فاتح. ببدا من الداخل، فابدا في ناس بتبدا من الخارج، انا المفروض اصلا تبدا من الداخل، تمام، من عند اللوزه. تبدا تتغمق الورقه من الحرف كده، وبعد كده تزود سنه ابيض عشان يحسن عمليه امتزاج مع الورقه، يعني من تحت تقيل ومن فوق خفيف زي ما حضراتكم شايفين. هنعمل مع بعض دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا الفرشة ديت بتتباع في اي مكتبة، طبعا في اي فرشة تناسبك، اي فرشة رسم تمشي معاك، تمام. طبعا انا بجيب الاول ان دي ورقة بعد هنا، دي تقيلة، تمام، مع بعضنا واحدة واحدة وخطوة خطوة. ده بلاستيك يا جماعة، بلاستيك نص نامع، تمام.
هنديها سنه ابيض، انا عملت ايه هنا ايه، هنديها سنه ابيض عشان يديني درجه ان هي التمويجه بتاعتها من 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 يعني من غامق لفاتح زي ما هتكون شايفين. هو ده ان فعلا يعني انا افضل احسن من الرش، يعني ان الفن كله في البلاستيك النص نامع علشان تعرف انت اللي بتتحكم فيها تجيب درجه الورده بحقيقي بالظبط. هي متعبه بتاخد وقت اه معاك، بس والسهل هو الرش، بس ده الفن زي ما حضراتكم شايفين. يا حضرات نبدا نسيح بقى او ده انا بقول عمليه امتزاج مع اللون الغامق، عملت لون غامق اهوت، بعد كده اديتها سنه ابيض علشان الدنيا تدريجيا من الغامق للفاتح من ورقه. طبعا ببدا من الحرف الغامق، بعد كده احط سنه ابيض واسيحها، هيحصل عمليه امتزاج مع الورقه. تمام زي ما حضراتكم شايفين شباب. طبعا انا في الكاميرا مش باينه قوي، انا يعني بحاول بقدر الامكان غير الطبيعي، الطبيعي بيبقى باينه جدا وجميله جدا. انا الكاميرا انا بحاول اتقل في الغامق علشان ابينها لحضراتكم، لكن في الطبيعه جميله جدا. لما تيجي تزود الغامق وتزود سنه ابيض بتبقى باينه، بس انا بتكتر الغامق علشان ابينها لحضراتكم عشان اوضحها في الكاميرا. تمام الطريقه سهله جدا يا جماعه بالنسبه للناس المبتدئين اللي حابين يتعلموا رسم الورده، سهله جدا وما فيهاش اي صعوبه بالنسبه لامتزاج الالوان البلاستيك اللي هي النص ناعم في منتهى الجمال. انا افضل عن الرش عندكم. تمام زي ما حضراتكم شايفين حضرتك بتجيبين من الداخل غامق، بعد كده سنه ابيض عشان يحصل عمليه امتزاج مع الورقه اهي غامق للفاتح. تمام طبعا احنا قلنا الفرشه اي فرشه تستخدمها براحتك، يعني هي الصعوبه بقى في ايه، انك تقعد تزود ابيض وتزود سنه ازرق عشان يحصل عمليه امتزاج في الورقه، تجيب من الداخل غامق ومن الفاتح لفوق تمويجه للورقه. تمام ايه زي ما حضراتكم شايفين انا يعني بجيبها عشان اجيب من الغامق، بعد كده احط سنه ابيض عشان ايه يحسن عمليه امتزاج مع الالوان زي ما حضراتكم شايفين يا شباب. اهيت جبت سنه غامق وبعد كده سنه ابيض عشان يحسن عمليه امتزاج وسيح الورده، يسيح الالوان مع بعضها، يحسن عمليه امتزاج مع الالوان زي ما حضراتكم شايفين اهي. لكن بقى الحديث اللي هو الرش الدوكوز يعني سهله، بس انا افضل يعني نقول بلاستيك نص ناعم. تمام طبعا انا عامل بلاستيك نص ناعم ازرق غامق وازرق فاتح ومعاه شويه ابيض. تمام زي ما حضراتكم شايفين حضراتكم طبعا انا ببدا احط سنه ابيض وسيق ويحصل عمليه امتزاج مع الازرق زي ما حضراتكم شايفين اهو الغامق، بعد كده يحط سنه ابيض فاتح سنه ابيض عشان يحصل عمليه امتزاج مع الورقه. تبقى سهله جدا يا حضرات ما فيهاش اي صعوبه. تمام ان شاء الله في الدروس القادمه او الفيديوهات القادمه ان شاء الله فيديوهات جميلة جدا هتعجب حضراتكم ان شاء الله، بس انا ببدأ مع بعضنا واحدة واحدة بالنسبة للناس المبتدئين ازاي ان يحسن يعني تلون الورقة وتسيح درجة الالوان ازاي يحسن عملية امتزاج مع اللون. هنحط سنة ابيض بقى، شوف انا بحط ابيض اهو عشان يحسن عملية امتزاج مع الورقة زي ما ده انا بقوله اهو. ببدأ بقى اقعد اسيح الورقة بقى عشان يحصل عملية امتزاج مع درجة الالوان من غامق للفاتح ضربات زي ما حضراتكم شايفين. تبدأ سنة ابيض سنة 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 ابيض مع سنة ازرق يديك الدرجة زي ما حضراتكم شايفين كده، شبه الورقة بالظبط الطبيعي سبحان الله. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة.
زي ما حضراتكم شايفين هدرت. انا دايما بديها ابيض عشان يحسن عملية امتزاج الديني تأثير الورقة. بعد كده ده سن غامق زي ما حضراتكم شايفين هدرت اهوت. انا طبعا انا بزود يعني بحاول بقدر الامكان ابينها في الكاميرا، لكن في الطبيعة جميلة جدا. تمام زي ما حضراتكم شايفين ببدأ اسيح البلاستيك. بعد كده نجيب الغامق زي ما اتفقنا، الغامق بعد كده سنة ابيض عشان يحصل عملية امتزاج مع الورق. طبعا عن حسب الالوان انت بتحبها، طبعا الطريقه المناسبه اي لون، يعني عايز تعمل وردي بنفسجي زي ما تحب. تمام تمام يا شباب، باي فرشه، طبعا دي فرشه رسم الانجلو. في ملحوظة مهمة، يعني في فرش بتتباع في المكاتب طقم فرش مش عارف 25 جنيه، في نور رفيع وفي عريض. تمام زي ما حضراتكم شايفين يا حضرات، هنا طبعا بغمق طبعا في الكاسة الورقة اللي تحت. تمام بعد كده احط سنة ابيض. تمام زي ما حضراتكم شايفين بنجي طبعا بحط سنة أبيض تاني عشان يحصل عملية امتزاج مع الورقة أو الكاسة من تحت زي ما حضراتكم شايفين، عشان يحصل عملية امتزاج مع الألوان سنة أبيض. تمام مفيهاش أي صعوبة يا شباب زي ما حضراتكم شايفين، سنة أبيض تاني عشان إيه أهي ظبطت اهي جميلة جدا. تمام هنا بردك ازرق غامق على الحروف كده من الداخل من خارج سنة ابيض عشان يحسن عملية امتزاج مع الورقة زي ما عملنا فوق زي ما حضراتكم شايفين يا شباب. تمام طريقة سهلة جدا ما فيهاش أي صعوبة، بنحط لها سنة أبيض تاني عشان يحسن عملية امتزاج مع الألوان. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة. تمام ما فيهاش أي صعوبة شباب اهيت. طبعا عايز تعمل تمويجة للورقة ماشي، عايز تعملها دوران مرة واحدة ماشي براحتك. المهم انا بوصل لك الفكرة ازاي تحسن عملية مزج الالوان. طبعا هنا شوف انا بدلق هنا سنة ازرق بعد كده ادي سنة ابيض تاني عشان احسن عملية امتزاج مع الالوان. تمام زي ما حضراتكم شايفين يا شباب بدي سنة ابيض تاني عشان يحسن عملية تمويجة من ازرق غامق لازرق فاتح لابيض فاتح. تمام ده شكل الورقة زي ما قلنا، عايز تعمل تمويجة للورقة براحتك، عايز تعملها دوران زي ما تحب. انا راسم ورق عشوائي. تمام طبعا ده من خيالي مش صورة يعني كان اصلي. تمام ايد نبدأ سنة ابيض تاني عشان يحسن عملية امتزاج مع الورقة. تمام يا شباب طبعا احنا كده عرفنا ايه ازاي تسيح الالوان او يحسن عملية تمزيج مع الالوان من الازرق الغامق الازرق فاتح عشان يديني التمويجة بتاعت الورقة زي ما حضراتكم شايفين هيت. طبعا الطريقة طبعا احنا قلنا مناسبة انا جميع انوان احمر البنفسجي اي لون وردة تانية تعجبك. تمام نبدأ دي اخر ورقة هنعملها. تمام احنا قلنا دايما نبدأ من الداخل من عند اللوزة
تمام للخارج. ده افضل حاجه. ليه بقى؟ عشان ما تسيلش منك مثلا في نقطه وقعت منك، او انت بتعمل بالفرشه سيلت منك مثلا، مش عشان ما بوصل اللي انت عملت كله. عشان ليه بقول دايما تعمل من الداخل للخارج، تمام؟ ده انا بقوله، تمام. كده سيحنا طبعا ايد، نحط النت الابيض تاني عشان يحصل عملية امتزاج والورقة تطلع كويس. طبعا عايز تسيبها كده ماشي، عايز تحددها بالابيض ماشي. انا حددتها طبعا بسنة اسود على شوية ازرق، ده انا حددت بيها الوردة. طبعا ايد سن اخدت شوية ازرق، تمام، انا شوية اسود، تمام، ان بتحدد بيها الورقة بعد ده الفينش، تمام. عايز تعمل تمويجة براحتك، عايز تاخدها دوران ماشي مرة واحدة زي ما تحب. انا ببدأ يعني احددها عشان ابين لحضراتكم بس شباب، تمام. عايز تعملها بالابيض او بالازرق الغامق زي ما تحب، تمام. عايز تعملها دوران مرة واحدة، عايز تعملها تمويجة زي ما تحب، تمام. بس بالله عليكم يا شباب ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير واشتراك في القناة. وان شاء الله الفيديوهات القادمة او الدروس القادمة ان شاء الله شوية اشكال ان شاء الله هتعجبكم بإذن الله. بالنسبة للنهاردة تمام، طبعا انا حابب اتعلم طريقة مزج الالوان وتركيب الالوان ان شاء الله. انا عامل سلسلة تركيب الالوان هسيبها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف، وفي طبعا فيديوهات بتتكلم عن ديكورات 3D، تمام. انا حابب اتعلم مثلا منظر اسمه منظر 3D وعليه وردة زي ما تحب، تمام. بس بالله عليكم ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير واشتراك في القناة عشان يوصل لكم كل جديد. زي ما حضراتكم شايفين يا شباب، احنا قلنا بالنسبة للورقة عايز تاخدها مرة واحدة زي ما تحب، عايز تعملها تمويجة زي ما تحب، تمام. دي ترجع لك انت. المهم انا عايز اوصل لك ازاي يحسن عملية امتزاج مع اللون، ازاي بمعنى صح تسيح الالوان من الغامق للفاتح. دي الفكره. انما الرسم يعني الورده سهله مش شغاش اي صعوبه، وان شاء الله هنعمل فيديوهات كتير باذن الله عن الورد، طريقة رسم الورد باشكال مختلفه وزهره اللوتس ان شاء الله، حاجات هتعجبكم ان شاء الله، تمام. طبعا انا بحدد عشان تظهر وتبين لحضراتكم، تمام يا شباب. ابدأ احدد طبعا مكان الوردة اللي احنا كنا محددينها من الاول، تمام. دي فرشة رفيعة طبعا، احنا قلنا في طقم بيتباع مع بعض في المكاتب، تمام، او عند الموان يعني. وشكرا على المشاهدة، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيديو جديد ان شاء الله.